اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء صف السادس الاعدادي، ورجعنا مره ثانيه حتى نكمل وياكم الازمنه الثانيه زمن عندنا اللي هو الباست كونتينوس. باست كونتينوس او باست كونتينوس مع تغير الاسميات. المهم هنا مشكلتنا الماضي المستمر. تعال خلينا نسولف على الماضي المستمر. انيا يتكون الماضي المستمر. الماضي المستمر يتكون من فاعل اكيد، وهذا الفاعل لازم نخلي له فعل مساعد، والفعل المساعد راح يجي ويا فعل يحتوي على ing. بس هنا محتاجين تفاصيل. تفاصيل شنو؟ الفاعل اذا كان عندنا الفاعل I وهي she وات او اسم في حالة المفرد، فهذني راح ياخذني الواز في حالة النفي wasn't. اما اذا كان الفاعل يو وي وذي، اذا كان الفاعل يو وي وذي يعني في حاله الجمع، اي اسم في حاله الجمع ياخذ الوير في حاله النفي ويرنت. طيب الواز والوازنت والوير والويرنت شو راح يجي وراهم؟ راح يجي وراهم فعل يحتوي على اي ان جي. اكو مشكلة عندنا، مثلا play خلي لها ing، لكن اذا انتهت الكلمة بحرف الاي نحذفها ونضيف ing. اذا انتهت الكلمة بحرف صحيح وقبلها حرف علة واحد يضاعف ونضيف ing. اذا انتهت الكلمة بالIE نحذفهن ونقلبهم الى واي ونضيف الاي ان جي. طيب هذا الماضي المستمر. طيب الماضي المستمر اجى بالامتحانات لو لا؟ الماضي المستمر ما اجى بالامتحان ولا مره. شلون ما اجى؟ وقف شيء ما اجى. هذا الماضي المستمر يعني ما اجى؟ لا، ولا مره بالوزاري. ليش؟ لان بالامتحان الوزاري لازم يجيبون ظروف، ما تجيبون منطوق سؤال. هذا اللي شفناه بالسنين السابقه. والماضي المستمر ما لي ظروف فما راح يجينا. بس يقول لي لا ساد هو جاي، لا جاينا في ادوات الربط بعدين راح ناخذهم، خليك ويانا على الفيديو. لكن كزمن وحده ما جاي. خلنا اوضح لك الفكره. يعني اذا تروح للاسئله الوزاريه هل راح تلقى انه جمله تقول شي كلين هير روم ويعطيني منطوق سؤال باست كونتينوس؟ احتمال بالشهري او بالمدرسه جايبين، لكن وزاريا ما يجيبوه. هسه اذا اجى بهاي الطريقه انا عندي باست كونتينوس باست كونتينوس باست كونتينوس، شي تاخذ ووز والووز يجي وراها فعل يحتوي على اي ان جي كليننج. اعيد، الماضي المستمر اللي يتكون من اي هي شي ات ناخذ was واليو وي ذي ياخذ وير يجي وراهن اي ان جي. اوقف ساد، اوقف ها عيني. انت تقول هذا ما جاي، نعم، وما راح يجي، نعم. شد ايش قاعد درس لنا اياه؟ مو هذا راح نحتاجه بالدرس القادم. خليك ويانا. اوكي شبابنا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه. هسه واحد يجي الاستاذ يعني الماضي المستمر ما يجي. طيب ليش درست لنا اياه؟ لان راح نحتاجه بهذا الموضوع. اليوم عندنا ادوات الربط. ادوات الربط تجينا منطوق سؤال اسمه correct. طيب على عيني وعلى راسي correct. شو اسوي بالcorrect؟ الcorrect اللي راح اسوي بيها احنا عندنا when وan وعندنا while وas while as. هذني ادوات الربط. ركزوا يا شباب. الوين والآن، الجملة التي تأتي مع الوين والآن تكون ماضي بسيط. شلون؟ يعني لو تخلي إيدي لو الفعل تحول للشاذ. وبهاي المناسبة لازم تحفظون الشواذ مالت الكتاب كله. سعادة قلت سألنا شو حفظين الشواذ؟ لا قريب تقدرون تحفظوهم، هنا راح أسوي عليهم فيديو مبسط إن شاء الله. اما الجمله التي تاتي مع الوايل والاز، لا هاي اللي وراها واز في حاله المفرد وير في حاله الجمع زائدا فعل يحتوي على اي ان جي مع ضبط شروط الاي ان جي.
ستار هي اسمها أدوات ربط. نعم يعني يجيب لنا جملتين. نعم زين هذين الجملتين، الجملة الثانية شو راح يسوي بيها؟ شوف طليل، احنا من قلنا أدوات الربط الجملة التي تأتي مع الوين والآن نخلي لها لو إيتي لو ما فعل شرط. الجملة التي تأتي مع الواي والآز يجوا وياها was و I N G في حالة الجمع وين و I N G. زين سالمو أكو فراغ ثاني. نعم ملاحظة، ملاحظة شنو؟ الجملة الأخرى شبيه الجملة الأخرى تكون بمن تكون عكس الزمن. لا أوقف استاذ دقيقة دقيقة دقيقة، هنا يراد الغصفنا. شلون يا عكس الزمن؟ أنا أقول لك شلون. مثال she play when I call، جملة مبسطة خلينا عليها. شو عدنا بيها هاي؟ احنا عدنا بيها انه عدنا كلمة when، الجملة التي تأتي مع when، عدنا ذات الربط when، الجملة التي تأتي مع when تكون لو ايدي ولا عفوا لو ايدي لو شواب، يعني انت تكون حافظ الشواب. المهم الجملة التي تأتي مع when لو ايدي ولا شواب، لو ايدي لو شواب، هاي الجملة التي مع when اذا خلي لها ايدي انا حافظ الشواب، فلما تجيني جملة او كلمة ليست من الشواب اذا حط لها ايدي. تمام زين، وهذا الفراغ، هذا الفراغ يكون بالعكس، انها ما دام حطينا ايدي اذا نحط الواز زائد الاي ان جي بلاين. اوف اوف استاذ عيدها يا ما عيدها خالي والطلب رخيص. اثنين يو هيلب وايل ذي، حط القص على ذي، وايل ذي watch. طيب شنو هي اداه الربط؟ اول شيء شنو منطوق السؤال؟ راح يعطيك كوركت. زين من يعطيني كوركت؟ شنو اداه الربط اللي عندنا؟ اداه الربط اللي عندنا هي while، الجمله التي تاتي مع while، الجمله التي تاتي مع while هاي الجمله اللي بيها while، الجمله اللي بيها while شو اخلي لها؟ أخلي لها was و ing، بس أنا عندي they، إذا نخلي where زائدا ing watching. زين إذا هنا حطينا was و ing أو where و ing، الفراغ الثاني شلون بي؟ الفراغ الثاني نحط له إيدي أو شواذ. أنا حافظ الشواذ، هاي مو من الشواذ، إذا نخلي لها إيدي مع مراعاة شروط الإيدي. زين هاي بصورة مبسطة طلابنا الأعزاء حلوة بهاي الطريقة، ترى سهلة وما بيها شيء. ايش إلى بعض التفاصيل أريد نسهلها بعد أكثر. إذا شفنا من الأسئلة الوزارية أغلبية الأسئلة يجي فراغ واحد، اطلع بهنا شوية زعلانة ساد. إذا عندنا فراغ واحد شلون بينا؟ بالعكس طلاب، إذا كانت أدوات الربط جدك فيها فراغ واحد يعني سهلة، سهلوها عليك بعد اكثر. شلون؟ تعال هنا اقول لك شلون، خلينا نسهل لني حتى تفهمها. حبي وحياتي قريب اجتك جمله بالامتحان يقول هي بلايد وايل يو كوك. هسه اجتنا هاي الجمله بها فراغ واحد، انت تيهت، انت بالامتحان تيهت ما تقدر ياها اللي تاخذ الاي ان جي وياها اللي تاخذ الايدي، ياها تاخذ البسيط وياها تاخذ المستمر. لا اكو عمليه بسيطه جدا وسهله جدا، شلون نجي نتنوع للجمله؟ ايش فيها الجمله؟ الجمله كلها بيها اي ان جي؟ لا، اذا احط اي ان جي احط وير اي ان جي. شلون؟ اي والله هذا اللون. شلون في الدقيقه فهمنا؟ اجي اتنوع للجمله، الجمله بيها اي ان جي؟ لا، اذا هذا الفراغ نخلي له وين و اي ان جي. نعيدها اثنين يقول وين شي، وين شي ترافل ذي وير هافينج، ما عندنا مجال خلينا نعبر لهنا شويه
اباتي. اي هنا انا جمله قال يا ابا حلها، اجيت انتبهت على الجمله لقيت بيها فراغ واحد، حلو بيها فراغ واحد، اذا بيها فراغ واحد نجي نشوف الجمله كلها بيها اي ان جي، انا تيهت ما اعرف هاي الاداه شاخر، الجمله بيها اي ان جي، نعم بيها اي ان جي، اذا الجمله بيها وير اي ان جي، اذا نخلي عكس الزمن اللي هو ايدي ترافل. هسه هاي الايدي اكو بيهم يضعفوها اكو بيهم ما يضعفوها مو مشكله. زين هذا هو الموضوع بكل بساطه طلاب، الماده سهله حلوه بسيطه، وهذا الشرح تقدر تطبقه على اي اسئله وزاريه وراح تلقى الحل راح يكون بسيط وسلس عندك. اذا عجبك هذا الفيديو يا ريت تسوي له مشاركه، يا ريت تنشره بين جماعتك، خلي البقيه يستفادون. شكرا جزيلا.